السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي. وصلنا للمحاضرة رقم 7. هي المحاضرة بعنوان الكيدني بايوبسي بيزكس، هذه أساسيات قراءة البايوبسي. هذه اللغة اللي بيستخدموها الزملاء الباثولوجيست مشرحين المرضيين. بتمنى الجميع يتابعها قبل ما نتابع بالسلسلة ونشوف بنستعرض الحالات. حيكون في جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، ومن بعدها بنبدأ بمناقشة حالات الباثولوجي. نتذكر الكبة الكلوية، هذا صورة ثلاثية الأبعاد، في شرايين وارد في شرايين صادر، وهي الكابيلاري. هذا مخطط ترسيمي، هذه واحد من الأوعية، وهذه البودوسايتس شرحناها بالتفصيل بالمحاضرة رقم 1 ورقم 2. هذا لما بناخذ مقطع بهي الكبة الكلوية، في شريان عم يدخل وشريان عم يطلع، وفي عندي أوعية أو كابيلاري. هي الكابيلاري في لها 3 أنواع من الخلايا، في الإندوثيليوم، في الإبيثيليوم اللي هي الفيسكال إبيثيليوم اللي هي البودوسايتس، وفي الميزانجيوم اللي هي الخلايا الميزانجيمية، إضافة للبارايتال سيل اللي هي بتغلف محفظة بومان. لاحظوا إنه المسافة البولية لازم يكون فري، ما لازم يكون في أي، ما لازم يكون مشغولة بأي شيء. الكبب مفتوحة، الكابيلاري مفتوحة، ما فيها شيء بيسدها. هذه عناصر قراءة الكبة السليمة. تفرجوا على هاي الكبة، هذه مقطع بكبة كلوية جلوميرولوس. شو هي هذا؟ طبعا هذا الشيء الطبيعي. قبل ما نحكي بالشيء المرضي بدنا نعرف انه شو هو الشيء الطبيعي، شو هي العناصر الطبيعية اللي شايفينها بهذه الكبة الكلوية. فكروا فيها منيح، حطوها ببالكم. اي شيء مخالف للي شايفينه هون حيكون شيء ابنورمال ولازم نعرف نقراه. اطلعوا هون على محفظه بومان، اطلعوا على الخلايا البارايتال سيلز. هذه الكبه الكلويه من داخل، هذه التفت. ماني شايف الشرايين الوارد او الصادر، صعب اني القطه شخصيا صراحه. طبعا هدول انابيب كلويه، هدول بروكسيمال تيول، هذه كلها بروكسيمال. ربما هذه ديستال صراحة، لأنه شايف ما كتير في بطانة، بس المهم هدول بروكسيمال تيوبل. هذه هي الكبة الكلوية. فهون راح تشوفوا هذه الكابيلاري، هذه الكابيلاري، هذه الكابيلاري حواليها، وفي بيناتهم هذا الميزانجيوم. طيب بنرجع لنشوف الصورة نفسها. العناصر أول شيء لازم الكابيلاري لازم تكون thin, open and delicate. لازم يكون الغشاء القاعدي رقيق مفتوح، ما في شيء بيسد اللمعة. هي رقم واحد. سماكة الغشاء القاعدي تشابه سماكة الغشاء القاعدي الأنبوبي tubular. لاحظوا هون هذا الغشاء القاعدي الأنبوبي هون، ولاحظوا قارنوا مع هذا، راح تلاقوا نفس السماكة تقريبا. هذا تبع الكابيلاري وهذا تبع التوبيلر. مقارنتهم مع بعضهم بيقول لي انه هذا طبيعي. الاندوثيليال اللي هي الخلايا بتبطن الكابيلاري، والميزانجيال سيل ار نورمال ان نمبر، طبيعية بالعدد. زيادة عدد الخلايا الميزانجيمية، الميزانجيمية هي هي الخلايا، إذا كان أكثر من 2 أو 3 فيعتبر هذا زيادة، إضافة الكابيلاري 1 أو 2 داخل الكابيلاري. عموما إذا نظرته بشكل بنظرة سريعة، الكابيلاري مفتوحة، الأوعية الشعرية مفتوحة، ما في زيادة خلوية، الميزانجيوم طبيعي بالشكل. ربما تقدير تقدروا لاحظتوا إنه ما عندي هالميزانجيوم الزيادة، خلية لخليتين كما حسب التعريف. إضافة لأنه مسافة بومان فري فارغة، ما فيها شيء بيشغلها. الشيء اللي ممكن يشغل مسافة بومان هو الكريسنس الأهلة، حنشوفها لاحقا. فهي كل عناصر قراءة حطوها ببالكم. أول شيء بدي أطلع على البيزمنت ممبرين، بدي أشوف اللمعات مفتوحة ما فيها تسكير، ما في زيادة بخلايا الميزانجيوم، ما في زيادة بخلايا الكابيلاري، إضافة لأنه في عندي مسافة بومان مفتوحة. مرة ثانية هذه كبة كلوية طبيعية، لاحظوا الكابيلاري كلها اوبن. لاحظوا هي من اركانا، اركانا كثير شركة معروفة للنيفروباثولوجي، بتقرأ خزعات تشريح للكلية، شركة مشهورة وبتستقبل من عدة جامعات على فكرة. الكابيلاري مفتوحة،
أي عنصر الميزانجر سيل واحدة إلى تنتين بيكون مسافة ميزان جيمية. المسافة الميزان جيمية بتتشكل بين ثلاث كوباب بين ثلاث كابيلاري ثري كابيلاريز. والبيزمنت ممبرين إذا قارنتوا هذا البيزمنت ممبرين مع البيزمنت ممبرين تبع البروكسيمال تيوب ما حيكون في فرق بالسماكة بيناتهم. البومن سبيس فري مفتوحة فهذه كوبة كلوية سليمة. الكوب الخزعات الكلية الناتف اللي هي الكلية اللي مانا ترانسبلانت يعني الكلية الأصلية لازم نعملها ثلاث شغلات. لازم نعمل لايت مايكروسكوبي هذا شرط واجب. الإيمينوفلوريسنس اللي هي التلوينات المناعية إضافة إذا كان متوافر نعمل إلكترون مايكروسكوبي. في بعض حوالي 20% من حالات خزعات الكلية ما بتتشخص إلا بالإلكترون مايكروسكوبي ضروري لتشخيصها. ربما 80% من الحالات ممكن نستغني عنه بس في 20% من الحالات لازم نعمله. بالنسبة لللايت مايكروسكوبي في 4 ملونات لازم نعملها لكل خزعة نجريها لحتى نعرف نقرأ بالضبط شو صاير. في الهيماتوكسيلين إيوزين، في الباس بيريديك أسيد شيف ستين، الترايكروم ستين اللي هو الميسون ترايكروم، والسيلفر ستين والسيلفر ميثينامين ستين. 4 ملونات حنستعرضها ونشوف كل واحد منهم شو ممكن يفيدني بقراءة خزعة الكلية. الهيماتوكسيلين إيوزين هو بيعطيني نظرة عامة للكوبة الكلوية ما كتير بيشخص بحد ذاته. ربما هو بالمركبات النيكولاس اللي هي النيكولاس اللي هي البيزوفيليك القاعدية بتتلون بالأزرق النوى، إضافة للسيتوبلازم اللي هي حمضية أسيدوفيليك بتتلون بالإيوزين اللي هو اللون الزهري اللي شايفينه. الهيالين اللي هو البروتينات الفايبرين الأميلويد كلها بتتلون باللون الإيوزينوفيليك بتتلون باللون الزهري لو كان موجودة بالكوبة الكلوية. عموما هذا تلوين قاعدي لازم استخدمه بكل الخزعات، بيعطيني نظرة عامة للعدد الكوبب المتوافرة بس ما بيشخص بحد ذاته. لاحظوا مثلا هاي كوبة كلوية ملونة بالهيماتوكسين إيوزين، صعب اني اقرأ بالضبط شو صاير فيها. ربما طبعا نحكي بعيني انا، ربما طبيب الباثولوجيست عينه اقوى وشغلته انه يقرأ بهيك مقاطع. مرة ثانية هاي هيماتوكسيلين إيوزين، هاي الكوبة عموما طبيعية. اذا بتشوفوا الكابيلاري مفتوحة، الميزانجوم ماني شايف فيه خلايا، البيزمنت ممبرين ثين رغم اني ما كتير يعني شايفه ثين، انا ما فيني قارنه مع هون لانه هذا ملون ما بقدر يقرأ البيزمنت تبع هدول. البروكسيمال تيوب إضافة لأنه مثل ما أن الميزانجوم طبيعي الكابيلاري ما فيها تكاثر للإندوثيليوم، والبومن سبيس شايفها فري، أنا ماني شايف هلي ما شايف كريسنس. طيب الباس اللي هو بيلون الميزانجل ماتريكس بيلون البيزمنت ممبرين باللون البيربل أرجواني أو بيصير أغمق شوي من الزهري. حتى التوبولار بيزمنت ممبرين بيتلون. لاحظوا قارنوا بين هي هذه التصوير هذه ملونه بالباس، قارنوها مع اللي قبلها مثلا. لاحظوا البيزمنت ممبرين هون ما بيفرق عن بقيه الماتريكس، بينما لاحظوا هون البيزمنت ممبرين شوي عم يعطي لون غامق لون بيربل عم بيقولوا ارجواني. مثلا هون التيوبلز البيزمنت ممبرين تبعها كمان متلون بلون اغمق، هذه الباس لما بتشوفها بتعرف انه هذا الملون هو الباس. نفس الشيء هذه كوبة كلوية ملونة بالباس بي اس، لاحظوا البيزمنت ممبرين، لاحظوا البومن ممبرين، اضافة للبروكسيمال تيوبلز كمان البيزمنت ممبرين تبعها متلون بنفس الملون، لاحظوا انه غامق. أنا كيف أعرف إنه إذا في عندي مثلاً إذا في عندي مادة عم تاخذ بنسميها باس بوزيتيف أو باس نيجاتيف؟ أنا أقارنها مع البيزمنت ممبرين ومع البومن ممبرين. إذا كان نفس اللون فهي أخذ الباس، إذا كانت أفتح منه فهي باس ويك أو باس نيجاتيف. هنشوف هذا. هلأ الباسين accentuates الماتريكس والبيزمنت ممبرين constituents والبروتين droplets كلها بتلون بالباس بوزيتيف، والارتيريال هيالين اذا في تسمك بجدار الشرينات ممكن تتلون بالباس. لاحظوا هاي الشرينات هذه عم تاخذ الباس، لاحظوا قارنوها مع البيزت ممبرين هذه باس بوزيتيف. هذه كوبه كلويه في عندي شويه زياده بالماتريكس بالميزانجيوم،
لاحظوا انه هذا بوزيتيف قياسا بالبومان مثلا، هذه نفس اللون عم تعطي نفس اللون، فهذه باس بوزيتيف. هذا كثير مهم اني اعرف ان هي باس بوزيتيف او باس نيجاتيف. قارنوا بين الصورتين مثلا، هذه اللي على اليمين واللي على اليسار. اللي على اليمين لاحظوا انه اللون الماده المتراكمه بالميزانجوم، لاحظوا هذه الكبه مو طبيعيه، والكبه الكابيلاري مفتوحه بس في عندي ميزانجل اكسبانشن بنسميه. هذا الميزانجوم اذا بتلاحظوا انه عم ياخذ نفس اللون اللي عم تاخده البيزمنت ممبرين، عم ياخذه البومان كبسول، واللي عم ياخذه البروكسيمال، هذه كلها باس بوزيتيف نفس اللون. بينما شوفوا القارنوا بالصوره اللي على اليسار، لاحظوا انه هذا نقطه العلام تبعي، في عندي ميزانجل اكسبانشن، في توسع بالماده الميزانجيميه، بس لاحظوا انها ويك قياسا بالبومان كبسول وقياسا بالبيزمنت ممبرين تبع تبع التيوبلز. افتح، فهي بنسميها باس ويك او باس نيجاتيف حتى ممكن. طبعا هذا له دلالته وهذا له دلالته. هذا في الماده المتراكمه الكولاجينيه عموما، هذه دايابيتس مثلا، بينما هذه ما هي ماده كولاجينيه، معقول باس نيجاتيف بدي يفكر بانه في بروتين ثاني ما بياخذ الباس، اللي هي ممكن يكون الايمينوجلوبولين اللي هو الاميلويد. فكلمه باس نيجاتيف او باس ويكلي بوزيتيف بتوجهني نحو الاميلويد. شوفوا لي هي الصوره مثلا، هذه كجلوميرولوس، في عندي ميزانجل اكسبانشن، اذا بتشوفوا هذا شيء مو طبيعي، توسع بالماده الميزانجيميه. سؤالي لكم، هذه الديبوزيتس هل هي باس بوزيتيف او باس نيجاتيف؟ حتى تجاوبوا عن هذا السؤال لازم تقارنوها بالبومان كبسول بالبيزمنت ميمبرين تبع التيوبلز. انا شايف هون هذه غامقه وهذه فاتحه، فهذه كلها باس نيجاتيف. بالمقابل اذا بتنتبهوا على هي المنطقه، هي اخذ الباس، فالماده اللي متراكمه هون غير الماده المتراكمه هون. هي الماده المتراكمه هون غالبا سكليروسس، غالبا فيها كولاجين، بينما هذه الماده المتراكمه هون مثل ما قلنا هي اللي هي باس نيجاتيف، اللي ممكن تكون اميلويد، ممكن تكون ايمينوجلوبولينز. ممكن انا من خلال بما انه هذه الملون اللي هو الباس بأكسنتويت البيزمنت ممبرين، انا فيني قارن الثيكنينج تبع الجي بي ام. لاحظوا هذا الجي بي ام البيزمنت ممبرين، قارنوه مع الجي بي ام تبع التيوبلز، نفس السماكه تقريبا، هذه كوبه سليمه. بينما قارنوا لي هذه البيزمنت ممبرين اللي هون تبع التيوبلز مع البيزمنت ممبرين هون، واضح انه في تسمك كبير بالبيزمنت ممبرين. فهذه في عندي هذا احد مثلا، هذه البيوكسي ماخوذه من ممبرينس جلوميرولوباثي اللي هي احتلال الكبب الغشائي، اللي هو من ميزاته تسمك الغشاء القاعدي البيزمنت ممبرين. مره ثانيه قارنوا هذا البيزمنت ممبرين مع هذا البيزمنت ممبرين، هذا متسمك، بينما هذا مثلا البيزمنت ممبرين قارنوا مع هذا الطبيعي، هذا كليه ما في، او هذه الكبه ما فيها تسمك الغشاء القاعدي. بالديابيتس مثلا بتراكم، بصير في عندي ميزانجل اكسبانشن، هذا الميزانجل اكسبانشن بيكون كولاجيني عموما، فبياخذ الباس وبالتالي بيكون باس بوزيتيف، فهذا هي الكبه ماخوذه من مريض سكري. لاحظوا انه في عندي الميزانجم اخذ الباس، لاحظوا البيزمنت ممبرين ما بعرف اذا رايكم شايفينه متسمك ولا طبيعي، قارنوا مع هذا، قارنوا مع الكبيل مع التيوبلز، لاحظوا انه هذا البيزمنت ممبرين متسمك، فهذا مريض سكري ديابيتك نيفروباثي، في عندي ميزانجل اكسبانشن باس بوزيتيف مع تسمك مع ثيكنينج بالجي بي ام. هلا السيلفر ستين هو الفضه، ملون الفضه اللي بيلون كل شيء بالاسود، حقيقه بيلون البيزمنت ممبرين بالاسود، هذا افضل شيء لحتى شخص المورفولوجي تبع الجي بي ام، بيسموه ملون الفقراء حقيقة، لأنه الجي بي ام هو أفضل شيء أنا أعمله بالإي ام الإلكترون مايكروسكوبي بالمجهر الإلكتروني. بس إذا ما عندي مجهر إلكتروني أنا ممكن السيلفر سين ممكن يشخص لي كثير من الأمراض تبع اللي ما بتتشخص إلا بالإلكترون مايكروسكوب.
فممكن انا من خلال هذا السيلفر سيم ممكن اشوف اني اشوف افات او اصابات الجي بي ام، اما سبايكس اما سبيكلز اما الدبل كنترول هي تضاعف الغشاء، او انه ممكن حتى تمزقات بالغشاء القاعدي اذا كان في تمزقات ممكن اشخصها او اشوفها بالسيلفر سيم. هذه كبة طبيعية، ما بعرف اذا شايفين في شيء abnormality. اول شيء لاحظوا البيزمنت ممبرين thin ديليكيت، قارنوه مع الـ مع التيوبلز. ميزانجيال سيلز عم يقول لك 3 او اقل ميزانجيال سيل نيكولاي بالميزانجيال اريا. الميزانجيال اريا هي المسافه بين ثلاث كوبب كلوي، بين ثلاث 3 كابيلاريز. فهذه يقرا على انه هذا، يقرا انه هذه الكابيلاري طبيعي، هذه الجلوميرولس هذه طبيعيه. ماني شايف شيء abnormal حقيقة، نفس الشيء هذه طبيعية. لاحظوا ان الثين كل البيزمنت ممبرين، ماني شايف سبايكس، ماني شايف ميزانجيال اكسبانشن، ماني شايف ميزانجيم هايبر سيلولاريتي مثلا، فرط تكاثر بالخلايا الميزانجيمية. لاحظوا هون الثين ممبرين، لاحظوا ما ادقه، قارنوا لي اياه مع هذه المنظر هون مثلا. لاحظوا شوي الممبرين هذا، هذه صورة مكبرة. لاحظوا انه كيف في عندي مثل سبايكس، مثل اشواك. هذه سبايكس جاي على المزروعة زرع على البيزمنت ممبرين. هذه الاشواك او هذه سبايكس هي عبارة عن امينو كومبلكس بالمناسبة، هي معقدات مناعية. هذه المعقدات من هذه بصوره مباشره الكترونيه بتنزرع بالغشاء القاعدي، بتظهر على السيلفر سين از سبايكس. فهذه اذا شفتها بالامتحان، حتى لو ما شفتها، لو قراتها كلمه سبايكس، فهي بتشخص الميمبرينس، التهاب الكبب او اعتلال الكبب الغشائي. مره ثانيه اذا شايفين شلون السبايكس متشكله على الغشاء القاعدي، ما هو ديليكيت ابدا، في سبايكس. لاحظوا هذه سبايكس، هذه بتشخص الممبرينس جلوميرولوباثي. هلا الدبل كونتور اللي هي تضاعف الغشاء القاعدي، لاحظوا هذا الغشاء الجيل بيز ممبرين، يعني ما بعرف اذا بدكم اكثر من هيك انه وضوح. لاحظوا انه كيف متضاعف، لما بسموها علامه ترام تراكينج، علامه سكه القطار. هذه ممكن نشوفها بحالتين، اما بالام بي جي ان اللي هي الممبرينس بروليفراتيف، ممبرينس يعني ممبرينس، او ممكن نشوفها حتى بالممبرينس بالمراحل المتاخره اللي هو الممبرينس جلوميرولوباثي، اما ام بي جي ان او ام جي ان ممبرينس. مره ثانيه شايفين دبل كونتور او ما شايفين؟ لاحظوا الغشاء القاعدي، لاحظوا كيف متضاعف. هذه محاولة من محاولة إصلاح بالمناسبة. لما بيصير في عندي معقدات مناعية بتنزرع بالغشاء القاعدي إمينو كومبلكس، بيحاول الغشاء يشكل غشاء جديد ويحيط فيها، فهي علامة إزمان بالممبرينس. لما بيكون في عندي ممبرينس وبشوف في دبل كونتور، علامة إصابة مزمنة وشديدة. شايفين دبل كونتور؟ ما بعرف اذا كان واضح بالنسبه لكم. لاحظوا انه هون يعني عم يصير في عندي السبايكس، ربما الدبل كونتور ما تشكل بشكل جيد، بس هي مرحله من مراحل الاصابه وغالبا حتتشكل لاحقا. انا بقرا هذا دبل كونتور. ماذا عن الجي بي ام رابتشر؟ تمزق الغشاء القاعدي، ما بعرف اذا كان واضح بالنسبه لكم انه الغشاء القاعدي متمزق هون. ليش بيتمزق الغشاء القاعدي؟ لما بصير في كريسنت، لما بصير في عندي اهله تتشكل وتدفش التافت، بتدفش الكابيلاري كلها وبتعمل تمزق بالغشاء القاعدي. الترايكروم هو ملون الكروم، هو بيلون باللون الازرق. الترايكروم هو بيلون الميزانج الماتريكس والبيزمنت ممبرين، شايفين اللون الازرق. ممكن يشوفين الفايبرين الامينو كومبلكس احيانا، مو احيانا بتظهر فيه، بس انا شخصيا ما بعرف اقراها، بدها باثولوجيست. الاهم هو حقيقه انا بستخدمها، لا يعني كثير من الزملاء لما اعطيت هي المحاضره لهم بيفسروا اللون الازرق بالجلوميرولوس على انه هذا فايبروسيس. الاساس هو انك تطلع على الانترستيشيوم، حقيقه الانترستيشيال فايبروسيس.
لاحظوا هذول المقاطع بالانترسيشن من مرضى مختلفين. لاحظوا اول شيء هي هذا المقطع، لاحظوا انه الكابيلا التيوبلز هذه كلها انابيب، في شويه ماده زرقاء، اللون الازرق هو فايبروسس، كل ما اشتد اللون الازرق هو فايبروسس، في شويه فايبروسس، هذه كبه كلويه طبعا، هون في شويه فايبروسس موجود بين الانابيب. لاحظوا انه هون درجه الفايبروسس اعلى، درجه اللون الازرق اعلى، هون ربما اشد. فانا كل ما كان اللون ازرق اكثر كل ما قلت هذه الفايبروسس اعلى. طبعا الباثولوجيست في عندهم مقاييسهم، بيقول لك مايلد او مودريت او سيفير. لما بيقول لك الباثولوجيست سيفير فايبروسس، فهذا المريض ما حيستفيد شيء من العلاج لو قررت تعالج له التهاب الكبد والكليه عنده. في ملونات خاصه ما بنستخدمها عند كل المرضى، اكيد تسمع سمعاني بالكونجريج، احمر الكونجو اللي بيلون الماده الاميلويد، اذا لونها هذه بوزيتيف معناته هذه اميلويدوسيس. ولما بتحطها بالمجهر البولاريزيشن اندر بولاريزيشن مايكروسكوبي راح يطلع باللون الابل جرين اللي هو اللون الاخضر التفاحي، فهذا علامه مشخصه للاميلويد. ما بنساويها عند كل المرضى الا اذا في شك سريري بالاميلويد، نعمل هذا الكونجريد. الاساس نعمل اربع ملونات ذكرناهم، في ملونات ثانيه ما حامرق عليهم، حيكونوا بحالات استطباباتهم لهم استطباباتهم. إذا في عندك مثلاً كالسيفيكيشن أو كذا، هذه حسب الاستطباب تنضاف، وبالتالي أنا ما حأمر عليها حالياً. بتشكركم على المتابعة، يا ريت أنا غطيت الأساسيات تبعت الملونات بهي المحاضرة، أظنها جداً مهمة وهي أساس القراءة اللي حنقرأها لاحقاً بسلايدات لما حنمرق على الحالات. في جزء ثاني بعد اتمنى تتابعوه كمان، حنحكي كمان بالالف باء تبع الباثولوجيست، وقت بيقول سكليروسس ايش معنات السكليروسس، ايش معنات الكريسنس، هذه حنحكيها بالمحاضره القادمه. السلام عليكم.